افتتح وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية. هذا ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والنيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. كما قام الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة المكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من الإسكندرية وليد هيكل مراسل أخبار مصر. وليد، ضعنا في تفاصيل الزيارة لديك الآن بالإسكندرية. نعم جورج، بالفعل نتابع معكم من عروس البحر المتوسط محافظة الأسكندرية زيارة معالي وزيري الأوقاف المصري والسوداني هنا في محافظة الأسكندرية. وكما ذكر الخبر معك جورج الآن أنه بالفعل قام الوفد بزيارة إلى مكتبة الأسكندرية صباح هذا اليوم. مكتبة الأسكندرية التي تعد بالفعل أحد أهم رموز الثقافات ليس في مصر وحدها لكن في دول الجوار وكذلك على مستوى العالم أجمع. لكن مزيد عن هذه الزيارة جورج، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. معالي الوزير، زيارة مكتبة الأسكندرية صباح اليوم، كذلك قمتم سيادتكم والوفد السوداني ومعالي وزير الأوقاف السوداني بزيارة إلى مجمع الأديان. أهمية تلك الزيارات للوفد السوداني للتعرف على معالم مصر التاريخية والحضارية. أنا سأترك معالي الوزير لأتحدث عن هذا، وأوجز كلامي في أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديما وحديثا. وكما ذكر معالي الوزير هي مفخرة ثقافية فيها التنوع، ومناسبة الضبط بين زيارة مجمع الأديان، المكتبة تعرض الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، فيها تنوع ثقافي. هي ليست مكتبة كتب بمعنى كلمة مكتبة، هي مكتبة ثقافة بمفهومها الشامل وتنوعها لأكثر من 80 لغة. والآن نحن بنكمل اللقاء في الدورة التدريبية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين، والتي ابتدأناها بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة، ونتمم الدورة كتنوع من تنوع الثقافي أيضا هنا بمعسكر أبي بكر الصديق بالعصافة بمدينة الإسكندرية، ومعهم نخبة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من دولة إندونيسيا ودولة نيجيريا. وغدا إن شاء الله سنكون مع الوفد في زيارة لمدينة العالمين. كما وقفنا على التراث الثقافي نقف على جانب من مصر الحديثة في عهد السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يحفظ مصر والسودان وأمتنا العربية والعالم كله من كل سوء ومكروه. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف، واسمح لي جورج أن أكمل الحديث مع معالي وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح. معالي وزير الأوقاف السوداني، انطباع سيادتكم عن جولة أمس بمجمع الأديان واليوم بمكتبة الأسكندرية، كذلك استكمال التدريب للإخوة السودانيين من أئمة المساجد الكبرى هنا في محافظة الأسكندرية بعد أن بدأناه في أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر. تشرفنا بالأمس بزيارة مجمع الأديان، وهو يرمز إلى سماحة الأديان السماوية، لأن المشتركات بين الأديان السماوية متعددة. المشترك الأول هو مبدأ الإنسانية والإخاء الآدمي، والمبدأ الثاني هو مبدأ أن وحدة الأديان لأنها كلها صادرة من الله عز وجل من واحد، وكذلك المشترك الثالث وهو الأهم أننا كلنا نعبد ربا واحدا. فبالتالي اختلاف الأديان يكون عبر اختلاف الحقب والأزمنة، لكن الذي يرمز لزيارتنا بالأمس أننا وقفنا على كمية التسامح والتعايش بين الأديان في جمهورية مصر العربية، وهذا ما ننشده في كل بقاع العالم، أن الحضارات والأديان المتعددة هي ليست مكان للاصطراع بقدر ما أنها هي مكان لاحترام الآخر، والحساب هو على الله عز وجل لأنه أعلم بمن اتقى. والحرية الأديان هي مبدأ من مبادئ هذا الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والأمر الآخر، تشرفنا كذلك اليوم بزيارة مكتبة الإسكندرية،
وقلت لهم وبحضرتهم أنه لو لم يكن لمصر إلا هذه المكتبة لكفاهم فخرا وعزا واعتزازا بهذا الموروث الثقافي القيمي التاريخي العظيم. ونقول أن أي أمة لا تحفظ تراثها وتاريخها وحضارتها السابقة لتبني بها مستقبلها وحاضرها أفتكر أنها هي أمة إلى زوال. فأسأل الله دائما وأبدا أنه يجمعنا دائما في ساعة خير مع إخوتنا المصريين. نستكمل الآن هذه الزيارة في هذا اليوم في الإسكندرية مع رفقاء الدعوة وزملائنا الدعاة والوعاظ والمرشدين من الدول المختلفة مع زملائي من السودان فيما يتعلق بالدعوة، وكل ذلك في إطار التثاقف والحجة المنطقية. ونرسل رسالة الآن لكل العالم أن دائما وأبدا ما يجمعنا هو الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف والتشدد. كل الشكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف السوداني، ودائما بالتوفيق لكم هنا في جمهورية مصر العربية الشقيق لكم في بين مصر والسودان. إذن زميلي العزيز، كانت هذه هي أهم ملامح جولة وزيري الأوقاف المصري والسوداني هنا في محافظة الأسكندرية، حيث قام كما ذكرنا بزيارة مكتبة الأسكندرية، والآن يستكمل تدريب أئمة السودان هنا في معسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الأسكندرية. إليكم في الأستوديو جورج. شكرا زميلي وليد هيكل مراسل أخبار مصر، والشكر موصول لضيفينا الكريمين معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ومعالي وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح.